السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بمشاهدين الكرام على قناة الدل وعلى الخير. كفى عليه. موضوع الفيديو عن محاكي الطيران، لعبة جميلة وبدون انترنت. هذا هو ملف اللعبة، لا يتعدى حجم الملف 600.36. سأخرج من الملف، أذهب إلى أورديناتور باراميتر لكي نرى كم من الرام في هذا الحاسوب. 2.50 جيجا، ما تشاهدون بروسيسور هكذا، نواة 32 هكذا. أصدقائي، سنخرج إلى الوراء، نحاول أن نفك الضغط عن الملف هكذا. لعبة جميلة تعمل بدون انترنت. انتهت. هذا هو ملف اللعبة، نثبت هذا الملف هكذا. لعبة جميلة جدا وتعمل بدون انترنت.
جميل. ليش سمعتوا الاكس ديمو؟ سيرفس ميم بعدما تنتهي من التثبيت. السلام عليكم ورحمة الله. قد انتهى التثبيت. هذا هو هي اللعبة أصدقائي. سأدخل إلى اللعبة مباشرة. هكذا إن شاء الله ستعمل جيدا. لعبة تعمل بدون رشيد. هذا هو بارامتر اللعبة. تعديلات في اللعبة من هنا. هنا تختار الطائرة المناسبة. هكذا. هذا المكان. اسم المكان الذي يوجد فيه. هكذا. نهار الليل شتاء صيف. لما تريد هو المشاهد الكريم. هكذا. هذا جميل جدا. تختار الوضع المناسب لك. هكذا. هكذا. هنا الوقود. مثل الوقود. الأماكن خاصة بالإنترنت. هذا المكان تحدد المكان الذي توجد فيه. هكذا. هذا المكان الذي ستذهب إليه الطائرة. هكذا. هذا هو GPS. المكان الذي ستمر منه مباشرة. هكذا. انجستر. اوكي. سأدخل ان شاء الله. ها نحن الان في المكان المناسب في المطار. الطائرة شغالة. تلقائيا. هذه هي أزرار تشغيل الطائرة. عدة أزرار في الطائرة. جميل جدا. ما العلم أنا مبتدئ في سياقات الطائرة. الوضع صعب. سأحاول أن أزيد سرعة الطائرة لكي تتحرك. هكذا شيئا فشيئا. لكن الوضع صعب كما تشاهدون. الإقلاع من المطار يكون صعبا جدا. هنا طائرة جميلة جدا. الآن خرجت من السير ولكن ستطلع إن شاء الله. الوضع جميل جدا أيها المشاهد الكريم. كما تشاهد تستمتع بهذه الطائرة.
الأجهزة الضعيفة سنفعل جي بي إس هنا كي نشاهد خط الاستواء للطائرة. الوضع جميل، هذه هي الطائرة، المطار الذي سنذهب إليه مباشرة مع هذا الخط الأحمر بالجي بي إس. ما تشاهدون الآن يجب أن أضبط الطائرة في الخط الاستوائي. يجب أن تنضبط الطائرة مع الخط الأحمر. هذا المكان كوكو، سياقة الطائرة صعبة بعض الشيء، إن سقتها لأول مرة ستصعب عليك، كن متيقن أيها المشاهد الكريم. لكن اللعبة جميلة جدا، ستعجبك بالطبع، ستعجبك. خط الاستوائي ينضبط مع تنضبط الطائرة مع الخط الاستوائي كما تشاهدون في الجي بي إس. جميع الطائرة في المكان المناسب مع خط استوائي. جميل جدا ما تشاهدون من داخل الطائرة، الأجواء جميلة ومشمسة. شاهدوا كأنها واقعية، لعبة خرافية جدا للأجهزة الضعيفة. نخفض السرعة قليلا لكي نستعد لنزول الطائرة في المكان المناسب.
الفاتورة غير صحيحة، يجب أن تتبع المنعطف لكي تذهب مع الطريق الصحيح، هكذا. الرياح قوية جدا كما تشاهدون، العلم أنها صعبات السياحة. يجب أن تتحكم في الطائرة بهدوء مع أجواء الرياح. الرياح لن تترك لك فرصة لكي تتحكم في الطائرة كما تشاهدون، الوضع صعب جدا. الآن كما تشاهدون الرياح قوية جدا، صعب السياقة في هذه الأجواء.
الرياح قوية قرب البحر، الناس مشاهدون وضع السياقة صعب جدا في هذا المكان. نحاول أن نتحكم في الطائرة. الرياح قوية جدا كما تشاهدون، الوضع صعب. سأحاول إن شاء الله أن أنزل بالطائرة في هذا المكان حيث أني تخطيت المطار، وفي فيديو مقبل إن شاء الله سأقدم الغداء الوجه الجميل. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ومشاركة القناة مع الأصدقاء حتى نتمكن من الجديد إن شاء الله. أصدقائي الأعزاء، شكرا على متابعتكم لي ودعمكم لي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.